السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. بوقتنا اليوم وبوجود منصات كتيرة أهم مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، صار انتشار أي مادة سهل كتير، وفي ناس عرفت تستغل هذا الجانب بشكل إيجابي بنشر مبادرات بناءة. المبادرة السورية اللي رح نحكي عنها اليوم ما أنا موجهة للسوريين وبس، إنما موجهة لكل طفل حابب يتعلم. هالمبادرة هي عبارة عن قناة تعليمية مجانية على اليوتيوب اسمها قناة كرزي. مؤسسين هالمبادرة هن المهندس أبي سكر وزوجته الدكتورة الفنانة لين حواصلي. هن بيقولوا إنه الهدف من إنشاء هالمبادرة هو تعليم الأطفال أساسيات اللغة العربية بطريقة علمية جذابة، طريقة تفاعلية بتعتمد على الصوت واللون والصورة. بيتعلموا من خلال الأطفال اللغة عن طريق الأغاني، وهي الطريقة بتحبب الأطفال باللغة العربية وبتساعدهم على تعلمها. هذا المحتوى المبتكر والمدروس والمنتقى بالصناعة التعليمية والترفيهية عم يتم إعداده من قبل فريق اختصاصي بعلم نفس الطفل والإنتاج الإعلامي الموجه للأطفال من 5 دول بالعالم، وهن الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، قطر. هالفريق عم يقدم أحسن ما عنده بإنتاج المادة التعليمية، التأليف الموسيقي، تنفيذ الرسوم المتحركة بتقنية 3D، بالإضافة لكل شيء بيتعلق بالإنتاج الإعلامي. ومع هذا الشغل الاحترافي والاهتمام بالمحتوى والشكل، بيقدروا يكونوا الأهل مطمنين على أولادهم وهن عم يتابعوا قناة كرزي، لأنها ما بتسعى إن تسبب الإدمان للطفل، ولا بتستخدم العنف والأصوات العالية الصاخبة أو المشاهد غير التربوية مثل ما للأسف هذا الشيء صار موجود ببعض القنوات اللي بتندرج تحت ستار قنوات الأطفال. ولأنه مثل ما بتعرفوا وعم نشوف بعالمنا اليوم، أطفالنا عم يتابعوا شئنا أم أبينا قنوات اليوتيوب، وهذا الشيء عم يسبب قلق للأهل من الشيء اللي ممكن يشوفوه أولادهم، وعم يسعوا ليلاقوا بديل نافع وآمن لأطفالهم. وهذا كان دافع قوي للتفكير بإنشاء قناة كرزي يلي عم يسعوا مؤسسينا لشق طريق جديد بقطاع قنوات الفيديو الموجهة للأطفال. وبيطلعوا القائمين على قناة كرزي لفتح آفاق جديدة بصناعة الإعلام الخاص بالأطفال من خلال إنتاج مرئي بمحتوى قيم، واللي رح يكون له دور مهم بتطوير الأطفال من الجانب النفسي والمعنوي والمجتمعي. وبالنهاية أكيد كلنا كأهل بنسعى أنه نختار مادة جيدة وقيمة ليتفرجوا عليها أطفالنا، يتسلوا من جهة ويتعلموا من جهة تانية. مشان هيك إذا فتوا على وصف الحلقة سواء على موقعنا أو على الساوند كلاود أو على آي تيونز، رح تلاقوا روابط لقناة كرزي، فوتوا عليها وتعرفوا على هالشي اللي عم يقدموه، استفيدوا منه وفيدوا أطفالكم. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.